سوف تشاهدون قصة إنسان كيف كان يعادي دين الله عز وجل. تعرف شلون كان يعادي دين الله؟ جيش الناس وجند الناس لحرق مسجد من أكبر مساجد المسلمين في الهند. شيء غريب ترى، رجل كان هدفه عداوة دين الله عز وجل، كان همه الأكبر أن يحرق المساجد وأن يدمر بيوت الله جل وعلا. اللي يشوفه بعض الناس لما يشوف واحد يقول هذا وين وين الهداية، هل تتوقعون مثل هذا وين في الهند بعد أن يشرح الله صدره؟ يصير يا جماعة، مو راح يحرق المسجد وبس، هو يجمع الناس لحرق المسجد البابري، ومن منا لم يشاهد حرقه؟ الواحد أحيانا لما يشوف بعض الناس يقول هذا وين وين الهداية، دير بالك الكلمة خطيرة، لا تيأس من روح الله، دير بالك. هذه الفقرة وهذا المقطع راح تشاهدون قصة حياة هذا الإنسان، من وين راح لوين، وكيف سخر الله له الأسباب، وكيف شرح الله صدره، وهل صار مسلم عادي؟ هل صار مسلم وجلس في بيته يصلي ويصوم بس؟ لا يا جماعة، القصة فيها نوع من الغرابة ولا أستطيع أن أحدثكم عنها. سأدع بطل هذه القصة يتحدث بنفسه عن نفسه. جمعية أو لجنة التعريف في الإسلام المعروفة بالكويت من أشهر الجمعيات العالمية في الدعوة إلى الإسلام، جهودها بينة واضحة، أعدت لنا هذه الفقرة وهذا التقرير من الشخص نفسه، فاسمعوا واعتبروا يا أولي الألباب. راجل هندوسي، بطل الهند في التايكواندو، الذي لم يكن يحب الإسلام ولا المسلمين، والذي شارك في حرق وهدم مسجد البابري. كيف تحول من الضد إلى الضد، من الكاره إلى المحب؟ كيف كانت رحلته من الكفر إلى الإيمان؟ التقينا راجو في صحراء الجهراء، المكان الذي عاش به أكثر من 20 عام، وبدأت قصته حين جاء إلى الكويت هاربا من الشرطة التي كانت تبحث عنه بعد مشاركته لحرق مسجد البابري. كنت في الديانة هندوسية هذا الوقت، أنا يعبد واحد اسمه أيبا، هذا الوقت شهيد مسجد البابري في الهند، يعني 91. هذا الوقت أنا سوي مشكلة حق المسلمين كثيرا. لماذا؟ من صغير تعلم أن المسلمين مو زين. راجو من الرجل المهم الذي يحيط به مريديه من تلاميذ التايكواندو إلى الكويت ليعمل راعي للغنم، فهل يقبل ذلك؟ وهل تستمر حياته كما خطط لها؟ كفيل يقول تعال راجو، انت يبي يدفق اكل ولا يروح راعي غنم؟ انا عجيب، انا تفكر شنو، انا اروح راعي غنم ولا طبخ؟ انا في الهند، انا ما يعرف في الهند، انا يمشي قدام 2-3 سيارة، ورا 2-3 سيارة، في اخوان يقول يلا وخر وخر وخر، هكذا موجود هنا. أنا تلميذ التايكواندو واجد نفر، ممكن أن يطلع من البيت ممكن 10-15 نفر موجود، 4-5 سيارة يمشي مرة، أنا يروح راعي غنم؟ أنا فكر واجد. بعدين أنا كلمته بابا، أنا ما استطيع السوق هذا، أنا أبي سوق سيارة، وقال لازم أنت أنت روح راعي غنم. بعد ذلك أنا قلت هو أنا ما استطيع. بعدين كفل هو في عمر كبير وفي عصا ويضرب ويضرب بيدي، يصير مشكلة يعني يطلع دم، أنا أشوف دم جعلان، يعني أنا ما أستطيع حمل على 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 يعني هذا. وذلك أنا يمسك إيدين الكفيل سوي كذي وتيح، أنا يفتح جنتم، أنا أشوف أنا مدرب، أنا فلان، أنا معلم الشرطة فلان فلان، هو يشوف الصورة شهادة من جامعة فلان فلان، وكفيل يا ولد ليش يجي أنت كويت؟ يرق قلب الكفيل فيقرر أن يجعله سائقا يعود به إلى البيت لتبدأ قصة التحول في حياة راجو. واحد يوم
قبل الفجر يعني فيني في الكويت يعني أذنين يعني أذن التحجد قبل أذن التحجد يجي واحد يدق باب يلا قم روح الصلاة لكن أنا يفتح باب ما في أحد أنا أفكر ممكن أنا يسمع بالنوم أنا يفتح باب ما في أحد خلاص بعدين يروح النوم ثاني يوم نفس الوقت يجي يدق باب نفر يقول يلا قم روح الصلاة يوم ثالث أنا يجلس قبل الوقت هذا أنا انتظار حق صوت ولكن أنا ياخذ المقدة ياخذ الطوفة ورا يسوي نوم مرة ثانية يجي نفس الوقت يقول يدق باب يلا قم روح صلاة عرف راجو أنه ليس حلما ولكنه هاتف يدعوه إلى هذا الدين فكيف له أن يترك دينه إلى دين الإسلام وقد هرب من الهند كارها للمسلمين هل جاء إلى الكويت طلبا للرزق أم دعوة إلى الهداية وفي مسجد الملا صالح بالكويت كانت زيارة بلال الأولى مع كفيله ولم تكن أبدا الأخيرة فقد وطأ الإسلام قلبه فأسلم ولم يكتفي بإسلامه فقد عاهد الله على أن يدعو إلى هذا الدين فتقبل الله عهده فأسلم على يديه أكثر من 1800 إنسان من ملته 20 عام قضاها راجو في الدعوة وقد أصبح اسمه في الإسلام بلال ما أجمل التحول من الضلال إلى الهدى من الكفر إلى الإيمان بلال شفاه الله ما صار مسلما وجلس وقعد بل أخذ على عاتقه كما عاد الإسلام فترة من عمره أن يدعو إلى الإسلام بقية حياته تخيل سنوات ويدخل في الإسلام على يديه 1800 إنسان تخيلوا كل هؤلاء في ميزانه هم وذرياتهم نحن نقول هنيئا لهذا الرجل وغيره من الدعاء وهنيئا للجنة التعريف بالإسلام ومن يقوم عليها وهنيئا لمن يتبرع لهم وهنيئا لأهل الخير من أهل الكويت هذا الرجل الذي يعاد الإسلام صار يدعو إلى الإسلام نعم لم يبالي بأحد ولم يهتم بتبعات ولكنه شرح الله صدره فأقبل على دين الله عز وجل لا تيأس لا تقول هذا الإنسان ممكن أن يهديه الله إيه نعم ممكن أن يهديه الله ويجعله خيرا منك بل خيرا من كثير من المسلمين بلال اليوم أقعده المرض على الفراش طريحا ينتظر رحمة الله عز وجل عليه بالشفاء يطلب من المسلمين الدعاء حتى يقوم مرة أخرى ليكمل مسيرته في الدعوة إلى الله جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فاصل نرجع لكم إن شاء الله مرة ثانية